السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمهور الزمالك العظيم اللي أنا بفخر إن أنا واحد منكم، أعضاء الجمعية العمومية الكرام. حابب أعرفكم بنفسي، أنا المستشار هاني عيد، مرشح فوق السن رقم 36. دي تجربة تانية ليا في الانتخابات، أنا خدت التجربة العام الماضي وبفضل الله خدت ثقة كبيرة جدا من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وفي خلال الفترة اللي فاتت كان لينا دور مع أعضاء الجمعية العمومية بحكم إن أنا واحد من الناس اللي لامس كل المشاكل اللي موجودة في النادي، سواء على المستوى الاجتماعي أو المستوى الرياضي والمستوى الإنشائي. فحابب أتكلم يعني أديكم نبذة عن برنامجي الانتخابي، ولازم أكون واقعي جدا لأن مفيش حد يقدر بمفرده يكون ليه برنامج انتخابي يقدر ينفذه لوحده، لازم يكون من خلال مجلس إدارة متناغم متكامل في كل التخصصات، ناس قلبها فعلا على نادي الزمالك. أنا بحكم أن أنا راجل زملكاوي بقالي أكتر من 35 سنة، من وأنا لسه طفل أبا عن جد، يعني بتكلم يعني بكل حب، عايز أوصل صوتي للجماهير والأعضاء الجمعية العمومية. النهاردة لما نيجي نتكلم على المشاكل كأعضاء الأول، نتكلم على أعضاء الجمعية العمومية الأول، عندنا مشاكل كتير جدا عايزين نحلها. أول حاجة، أي مشكلة تخص عضو تخص عضويته نفسها، زي الالتزامات المالية. الالتزامات المالية عديدة، احنا كأعضاء ناس كتير ما بعد 2016 عندها بعض المشاكل لازم هتتحل، احنا رافعين دعوة قضائية ان شاء الله يكون الحكم لصالحنا فيها، ان شاء الله الناس كلها تقدر تنتخب يوم 2010، يكون كل الناس اسمائها نازلة في الكشوفات الانتخابية بدون اي مشاكل. تواصلنا مع الجهات الادارية ومع اللجنة الثلاثية ووصلنا صوتنا للوزارة، وان شاء الله كل المشاكل تتحل وما يكونش في اي سبب للطعن على الانتخابات الجاية، وده أملي إن شاء الله. حابب أتكلم على موارد نادي الزمالك ومشاكله المالية. بحكم إن أنا لمست من خلال الميزانيات وخلافه إن نادي الزمالك عنده مديونيات كتيرة جدا تراكمت عبر السنوات الماضية زينا زي العديد من الأندية المصرية، ولكن للأسف الشديد نادي الزمالك مشاكله على طول يعني زي ما بيقول بتطفو على السطح والسوشيال ميديا دونا عن أندية أخرى. فإحنا النهاردة أنا واحد بتكلم على موارد نادي الزمالك، لازم نعظم من تلك الموارد. عندي بعض الأفكار اللي هقدر إن شاء الله من خلال علاقاتي ومن خلال مجلس إدارة محترم إن إحنا نقدر نسوق براند نادي الزمالك، اسم نادي الزمالك يا جماعة اسم كبير جدا على مستوى الوطن العربي وإفريقيا ومستوى العالم كمان. النهاردة أنا بقول وعندي تساؤل، إزاي نادي الزمالك النهاردة ما فيش ولا شركة اتصالات راعية ليه، واحنا في اكبر ثلاث شركات موجوده بخلاف الشركه اللي بترعى النادي المنافس؟ لازم احدى الشركات دي نتواصل معاها وتبقى راعيه لينا. الى جانب البنوك، حضراتكم احنا عندنا اكبر ثلاث بنوك موجودين في محيط نادي الزمالك وسور نادي الزمالك، فعايز ان شاء الله تعالى نقدر ندخل احدى تلك البنوك يكون هو راعي لينا والراعي الرسمي لينا عشان ندخل موارد. عايز اتكلم على مشكله الكهرباء، انا عندي حل ليها ان شاء الله هطرحه عليكم، وبإذن الله كهرباء هيسدد المديونية كاملة ولا تقسيط لمديونية كهرباء. وعايز أقول له يا كهرباء أنت تعلم جيدا المشاكل الكتير اللي عندك، فحل الموضوع مع نادي الزمالك، نادي الزمالك أكبر من كده بكتير. حابب أكلم على النادي النهري في عجالة، أنا إن شاء الله عملت خطة وبلان إن إحنا نقدر ندخل رياضات مائية نادي الزمالك، رياضة التجديف زي الكاياك والكانوي اللي هي النهاردة بقت رياضات أولمبية ولازم نادي الزمالك يطلع أبطال. والرياضة دي يا جماعة أنا بمارسها ومش مكلفة جدا ومش هتبقى مكلفة على النادي، وأنا بإذن الله هقدر أجيب الأكاديمية أو أجيب الناس المتخصصين لتدريب البراعم والشباب في تلك الرياضة. بالنسبة لفرع 6 أكتوبر وهو أهم مشكلة أو أهم موضوع، لازم مجلس الإدارة القادم هيتحط على عاتقه هذا الفرع. احنا ان شاء الله نادي الزمالك لازم في خلال 6 شهور نحط يعني مش بس حجر اساس، لا احنا نطلع على الطبيعة ملاعب لكرة القدم وملاعب تدريب، لازم يكون في مبنى اداري ومبنى اجتماعي ومسجد عشان النادي يطلع للنور. ولازم عندي وجهة نظر ان نوقف العضويات مؤقتا في الفرع الرئيسي والعضويات نفتحها في فرع 6 أكتوبر، وده هيكون إن شاء الله أكبر مورد من موارد نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك يستحق أن يبقى عنده 10 فروع مش مجرد فرع أو 2. حابب كمان
اتكلم على عندنا مشكله داخليه داخل النادي، احنا ما عندناش عربه اسعاف داخل نادي الزمالك، وكلنا نعرف احنا عندنا 22 رياضه بيمارسوا داخل نادي الزمالك لكل الاعمار والفئات السنيه، وعندنا عياده يعني وحيده داخل النادي ما فيهاش الامكانيات اللي تقدر يعني تحل اي ازمه طبيه او مشكله مفاجاه، سواء لو طفل في حمامات السباحه حصل له غرق او حصل له اي مشكله، لو اي حد بيمارس اي رياضه سواء رياضه قتاليه او غيره وحصل له كسر مضاعف او حصل له مشكله في التنفس او فلازم يكون عندنا سياره اسعاف ملك للنادي او بتخصيص من وزاره الصحه مجهزه بالعنايه المركزه وخلافه، وان شاء الله ده يكون موجود للاعضاء. حابب كمان احنا نادي الزمالك 112 سنه بطولات في كل الألعاب وعندنا تاريخ عظيم في كل الرياضات وحصلنا على بطولات عديدة في كل الرياضات وما عندناش متحف لتلك البطولات. أنا اقترحت برضو على مجموعة من الزملاء إن احنا إن شاء الله لازم يكون عندنا متحف لبطولات نادي الزمالك يكون موجود في سور النادي ويكون مفتوح للجماهير قبل الأعضاء كمان عشان كل الناس تقدر تعرف ونأرخ تاريخ نادي الزمالك من البطولات اللي خدناها من أيام السلطنة المصرية مرورا بالمملكة حتى الجمهورية. حابب أكلمكم عن نفسي أكتر، أنا مستشار تحكيم رياضي دولي، أنا محامي، عندنا مشاكل كتير جدا حابب أتكلم عليها وهي اللائحة. إحنا ما عندناش لائحة أساسية للنظام الأساسي داخل نادي الزمالك، لازم اللائحة دي تتحط بشكل عام لكل الأعضاء سواسية، ما نعملش أي تفرقة. حابب أتكلم إن شاء الله إن كل المشاكل القانونية اللي في نادي الزمالك هي اللي مسببة مشاكل مالية ثم مشاكل رياضية، فلما نحل المشاكل القانونية وأنا يعني بفضل الله عندي كفاءة لده مع مجموعة هتبقى معانا إن شاء الله ولجان لده، نقدر نحل مشاكل الضرائب كاملة ونطعن عليها ونوفر لخزنة نادي الزمالك مئات الملايين، نقدر نحل مشاكل عقود اللاعبين، المشاكل الدولية، وأنا راجل كونتراكت درافتنج وعندي يعني ترانسليتور برضو لمعظم العقود انجليش وفرنش، وإن شاء الله يكون ليا دور معاكم في ده. يعني أنا حابب ما أطولش عليكم، حابب الجماهير تطمن الفترة اللي جاية، أنا بكلمكم بصفتي مشجع درجة ثالثة يمين، بقول لكم اطمنوا على نادي الزمالك، نادي الزمالك هيبقى في أيادي أمينة الفترة اللي جاية، وبكلم أعضاء الجمعية العمومية اختاروا من تجدوه فعلا بيتكلم من قلبه خايف على الزمالك، زملكاوي بجد، المال مش هو كل شيء يا جماعة، اختاروا ناس عندها أفكار، الأفكار أهم من الأموال. تحياتي لكم جميعاً.